السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا ممكن أقدر أشوف العناصر كلها من خلال إن أنا أجي هنا وأقول له سيلكشن تري، فيبدأ يجيب لي العناصر كلها بالشكل دوت. طيب ممكن من أقول له ست، يعني ببدأ أجمع الحاجات المتشابهة مع بعض. طيب من ضمن الحاجات اللي تساعدني إن أنا أوجد الحاجات المتشابهة، ولكن مثلا عندي دوت، إن أنا أروح لفايند أيتم وأدور على الخاصية تكون موجودة فيهم كلهم. يعني أعلم على دوت واروح قايل له في البروبرتيز بتاعتي، هقول له انا عايز اشوف البروبرتيز، تمام، وادور في الخصائص ديت على حاجه تكون مشتركه في العناصر اللي انا عايز اعمل لها سيلكشن. يعني مثلا دوت، شوف كده خاصيه مثلا الطيب ميكانيكال ايكويبمنت، تمام، فهاجي هنا اقول له انا عايز الكاتيجوري، تمام، ده انت عايز تعمل بالكاتيجوري، عايز تعمل بالبروبرتي الكونديشن الفاليو. طيب الكاتيجوري هنا خلينا نكبر دي شويه، اجي هنا اقول له ايتم، فاختار ايتم اهي، اي تي روم ايتم اهي الخاصية، اقول له ده انا عايز ايه من الخاصية ديت، عايز الطيب، فاقول له انا عايز الطيب، الشرط ان هو يكون بيساوي، او ممكن تقول له لا يساوي، او يحتوي على كلمة كذا بيساوي، وهتطلع لي هنا قايمة اهي، اقول مثلا ميكانيكال ايكوبمنت اهي، تمام. طيب دي كده احنا عملنا زي فايند، فاقول فايند اول، فيبدأ يجيب لي كل العناصر اللي فيها الخاصية ديت، كل العناصر الايتم الطيب بيساوي ميكانيكال ايكوبمنت. طيب بعد كده اعمل ايه؟ هروح هنا لست واقول له انا عايز اعمل سيف سيلكشن، وروح مسافة بميكانيكال ايكوبمنت، تمام. محدش يجي ما تذكرش انت في جوجل فتقول له انا تعمل كده، وتقول له ايه العناصر اللي فيها ميكانيكال ايكوبمنت، مش هيفهم. يعني هنا انت تختار اسم كده عشوائي، انما التحديد بيبقى من خلال ان انت تستخدم اداه زي فايند ايتم عشان تلاقي العناصر اللي انت عايزها.